السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخوت الخواتات كذلك أمة الغالية، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى من الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا الفيديو تنقول لكم توحشتكم بزاف بزاف، وشكرا لكم من القلب كل من سأل عليا وكل من اتصل عليا، جزاكم الله كل خير. الله يعمر ربي يحفظكم وسهل عليكم ويعطيكم كل داكشي في قلبكم، ولا يحرم اي مسلم من زيارة بيت الحرم عاجلا غير آجلا يا ربي، والله يكبر بكم والله يعزكم. المهم اخوت، غادي ندوز نشارك معكم الحاجات اللي كما قلت لكم مشتريات اللي اشترى الزوج ديالي. هذه كلها من شركه السيف. المهم غادي دابا ندوز نشارك معكم. اول حاجه غادي نحطهم هكا في الارض باش نوريكم واعطوني رايكم كيف، وكفكره بالنسبه لواحد اللي بغى يشتري لبيتو من شركه السيف. حاجاتهم زوينه وما كيتغيرش اللون ديالها. بالنسبه للخوات اللي سولوني على المبخرات واش يتغير اللون ديالها، هي شركه سيف حاجاتها زوينه غير هي غاليه. المهم اول حاجه هما هاد الكاسات كما كتشوف، غزالين كيجيو ذهبيين. هذا خوتي تاهو من شركة السيف، السعر ديالهم ب46 كما كتشوفو. المهم كما كتشوفو 12 كاس فيها، وفيه ذهبي وفيه فضي. بالنسبة لي كيبغي فضي نفس هاد النوعية فيه فضي. المهم هذه أول حاجة. ثاني حاجة وهما هاد الفناجيل ديال الشاي أو كاسات، شو حتى هما كيجيو بالذهبي نفس الفناجيل حق القهوة. غزالين ومعاهم طبيسلات ديالي. هذا خد السعر ديالهم هادي السعر ديالها 62 ريال. هي صراحة وزعلة مع يعني طقم كامل، عرفتو كما كتشوف كلهم ذهبيين. والله معايا فناجيل بس اشترى يبي يغير. المهم هذا الطقومة ديال كاسات القهوة، فناجيل القهوة وحق الشاي. واش تاني؟ وهذه الدلة من شركة السيف. كيف تنقول لكم شركة السيف صراحة زوينة، عيني أنا كيف قلت لكم كتجيني غالية شوية، عشان كذا مثلا شريش منها. شوفوا ما شاء الله، غزالة حتى في المغرب يديروا فيها القهوة والحليب، تجي حلوة. المهم هاد النوعية ترى كتكون فيها فضية وذهبية، مضطر خدا ذهبية. وخدا هادي باش قالك المسكة باش يمسك الدلة. هادي اخوتي السعر ديالها ب295. هادي الدلة سعرها ب295. كبرت لكم حاجات زوينة غير هي زيد على السعر. هذه صراحة والله غزالة كما قلت لكم، بالنسبة للناس ديال المغرب ولا أي دولة ديروا فيها قهوة سودا مع الحليب حتى هي زوينة. هنا في السعودية كيديروا فيها القهوة العربية. واش تاني؟ وخذ اخوتي هذا الطقم. كيف قلت لكم والله عندنا مواعين كتير، بس هو من نوع اللي كيعجبو يشتري. شوفوا ما شاء الله، هذا طقم مع برد الشاي والدلة. هذا سعره، هذا اخوتي السعر ب317، لانهم اثنين حاجات.
حتى هي اخذها باللون الذهبي. تخيلوا قلت لكم خدتيها غير مغايره. شوف يقولي هذه بالنسبه اذا جو عندك حريم، وهذه اذا جو عندي رجال. ما شاء الله نفس احسهم نفس الحجم حتى هي. وهذا البراد وزالته صراحه انا كي عجبوني لك البراد اللي تكون فيهم الغطاء تكون فيه المسكه يعني يتمسك. المهم الخوت غايب لكم في الفيديو الذباب او الدبان كيف تقولوا في اللهجه المغربيه، هاجم على كاع البيوت لا في الحرب لا في الاسواق. المهم بحال وبحال الزوكة الحمد لله الله يرحمه ويرحمه. صدق هذا الطقم غالي كما قلت لكم ب 317 والله غالي. وهذه الحاله هذه الحاله خوتي ب 295. المهم عطيتكم فكره للفيديو ونفس الوقت تقولوا لي رايكم في التعليق تحت كيف ذوق ابو فيصل. انا صراحه مستحيل نشتري من شركه لان صراحه هي زوينه ولكن غاليه، مش كلشي فيها غالي. ما انا باش تسد سدينا ها واش تاني. واخذ اخوتي هذا الطقم بسم الله هذا الطقم مقوتي الطقم فيه ثلاثة قطع. هذه القطعة الأولى كما كتشوفوا غزالة صراحة أنا كنت بغيتها دائرية واخدها هذا النوع. شوفوا الكبيرة حقها غزالة هذه اخوتي اكبر شيء هذه اكبر شيء كبيره مره. شوفوا كيف زال. شكون حالي كيعجبوني البلاطوات كيكونوا ضايرين. انا كيعجبوني ضايرين كيعجبونيش هكا طوال. المهم هذا خوتي الطقم الطقم كم السعر ديالو؟ سعرو الطقم ديال هذا خوتي بمية وخمسة وستين السعر ديالو هاد البلاطوات. وكذلك خدا خوتي هادي هادي كتحط فيها شمعة وكتحط منها. شوف كيفاش كتجي هذه هذه اخوتي سعرها ما عليها سعر لا عليها سعر ب 38 ريال سعرها. نوريكم كيف مثلا اذا طبخنا القهوه طبخنا القهوه بلا تبقى سخونه كيحطوا هنايا شمعه وتحطو فوق من هاد الدلة. شتو كيف مبيناش. وكاينة هاد المبخرة كما كتشوفوا بالنسبة للبنات اللي سولوني على المبخرة واش كيتغير اللون ديالها. صراحة أنا المباخر اللي كنشتري مع عمرهم ما تغير اللون ديالهم. بالنسبة للبنات اللي كيبغوا يشتروا مبخرة من الأفضل يشتروا من هدايا سنتر أو من شركة السيف، هادو كتكون جودة ديالهم زوينة وما تيتغيرش اللون ديالهم عرفتوا. المهم هادي كما كتشوفوا كيفاش كتجي كتجي بحال شي مدارية غزالة. والسعر ديالها بمية وربعطاش. المهم هادي المبخرة
من هدايا السنتر. المهم قيموا الطرح حتى البلاطوات حتى هما خداو من هدايا السنتر. وبالنسبه للباقي راه كله من شركه السيف. وحتى هاد المبخره ديجا شاركتها معاكم، هادي هي من شركه السيف. المهم كانت معاه واحد الحاجه باش كنشدوا الفحم، ضيعوها لي ولادي. المهم كيفاش كتجي انا مغلفاها باش تبقى محافظين عليها، كيفاش كتجي ما شاء الله. هذه راه كما قلت لكم شاركتها معكم، واللون ديالها ما تغير ما والو، شوفوا ما شاء الله باقا كما هي. ومنهم نيسا الطويجين تا هو شاركته معكم، تا هو من شركه السيف غزال. شو ما شاء الله شتو فيها علامه السيف. المهم السعر ديالو اخوتي هذا ما عقلتش على السعر ديالو. كما كتشوفوا اخوتي خدا هذا البلاطو كبير، شوفوا النقشه ديالتو غزاله ما شاء الله. هذا قلت ليه يلق عيل المغرب، يلق في المغرب. هذا قلت ليه جوج برارد وتحط فيه جوج زينات ديال الكيسان، كبير كبير ما شاء الله هذا. المهم هذا تو ما عرفتش السعر ديالو مع خارج باش نسولو. المهم خدا هاد البلاطوات، هادي من شركه السيف هاد البلاطو، وهذا من هدايا السنتر اللي هما ثلاثه. شتو راه قلت لكم الجوده ديالتو غزاله. المهم البنات ها نتوما لقيت السعر عليه، سعره ب165، هو الحاره ما كاين معاه حتى شي طقم ثاني. المهم خوتي غادي ندوزو نجربو الطقم ديال الكاسات في هاد السفره اللي قلت لكم غزاله، هادي من الشركه ديال السيف. اما الاخرى كما قلت لكم من شركه الهدايا السنتر. شوفوا ما شاء الله ما بينتهاش لكم مزيان، شوفوا كيف غزاله وكبيره كبيره تبارك الله. المهم نتشنوها بسم الله. شو معايا ذهبيه، الكيسان ذهبي ما بانوش كيسان، قلت لكم راه كبيره تبارك الله. واش رايكم غزالة الصراحه صح؟ شوفوا طقم واع. ايوا تخيلوا التعليق ديالكم تحت كيف جاكم المشتريات اللي اشترى ابو فيصل، خويا التعليق تحت هو غادي يدخل يقراهم وشجعوه باش يبقى يشتري بحال هاد المشتريات. المهم ان شاء الله الفيديو يعجبكم، ما تنساوليش من لايك وتبارطاجيو القناه مع عائلتكم وحبابكم للفائده. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.